بمشاركة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت السيد حمد الحساوي، انطلق اليوم اجتماع الأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبمشاركة 14 دولة لمناقشة مستقبل العمل المصرفي والتنسيق بين الدول العربية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. شارك الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت دكتور حمد الحساوي اليوم في اجتماع للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية عقد في العاصمة اللبنانية بيروت لمناقشة مستقبل العمل المصرفي في المنطقة، والإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية. وأكد الحساوي أن دولة الكويت أعطت نموذجاً ممتازاً للخروج من الأزمات نظراً لكونها نموذجاً لتقديم الحلول غير التقليدية، واعتبر أن الأزمة اللبنانية هي أزمة ثقة داعياً الحكومة لوضع خطة لاستعادة هذه الثقة. يمكن الأزمة اللبنانية اليوم يعني ملامحها الأساسية أن هناك عدم ثقة، وهذا شيء صعب جدا أن يستمر. لذلك نرى اليوم في اجتماعاتنا بضرورة أن الحكومة اللبنانية تسعى لوضع خطة تنفيذية حتى تعيد الثقة وبناء الثقة في التعاملات بين البنوك أو المصارف في لبنان والمصارف المراسلة خارج لبنان. المجتمعون ناقشوا أيضا الورقة الإصلاحية الخاصة بالقطاع المالي اللبناني والتي أعدها اتحاد المصارف العربية وتم رفعها إلى الحكومة اللبنانية. هناك أزمة سيولية بلا شك، ولكن ما فينا نعتبر هذا المبلغ اللي قدروا ب 73 مليار هو خسائر على مصرف لبنان. هذا يعني أنه خسائر، يعني إفلاس، ربما إفلاس القطاع المصرفي لبنان، إفلاس مصرف لبنان، لأنه هذه الأموال هي التزام على مصرف لبنان تجاه المصارف، وهي التزام على المصارف تجاه المودع. وأكد فتوح أن أحد أهم ركائز الخطة هي إعادة الثقة بالمصارف وتفعيل دورها واستمرارية عملها. من قلب العاصمة اللبنانية، بحث الأمناء العامون لجمعيات المصارف العربية سبل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعترض المنطقة، وسط تفاؤل بإمكانية تطوير العمل المصرفي العربي الذي يشهد تحديات في دول عدة وعلى رأسها لبنان. وتكمن أهمية انعقاد المؤتمر في بيروت في بحث سبل إصلاح الخلل وإيجاد حلول عربية للوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان. سنة سبلاني، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.